رمضان بوابة الخزائن، وخزائن الله أوسع من عظيم الأمنيات، وكل من عثر على الطريق إلى الخزائن وصل. قرع الشيخ بهذه الكلمات باب القلوب ثم قال: بسمك اللهم نبدأ. الوهاب العزيز. إذا قال رب الكون كن، قال المحال له نعم. هو الوهاب، يهب ما يشاء لمن يشاء، ولولا أسماء الله ما سكنت الحوائج في أناتها. اسم هو عيد العمر، فكيف إن اتفقت له ليلة القدر؟ فافتح ليلتك بالوهاب، ثم أغلق أبواب الهموم خلفك، فما الأسماء الحسنى إلا ربوع العافية. سل واهب الأفراح حتى يمنحك، وتعلم كيف تغنم. اخلع على رجفة الظن شح الأسباب، وابلغ صفة قلوب الأنبياء إذ قال: رب هب لي من لدنك ذرية. وما كان بين يديه في سؤله إلا نية: يرثني ويرث من آل يعقوب. فقال المولى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فتأمل كيف سبق الوهب السبب، ورد الوهاب له أملاً عن ساحل العين رحلا. نبي رغم أفول العمر كان قلبه ينبض بمظنة الإجابة. فلا تمنعك الأسباب، فإن عطايا الله تعرف الطريق إليك، وعلى قدر خلع الحول يكون التأييد. الوهاب يريك من طرف خفي زوال المستحيلات ودنو المأمولات. فارفع قدرك بما تسأل، واسبق في الدعاء سبقاً بعيداً، وتعلم: وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. فإن من إجلال الله استعلاء الدعاء عند الأسباب. نبي ترك الخيل فوهب الملك، ومن كان في الله تلفه فعلى الله خلفه. ومن انشغل بمراد الله شغل الله الخلق بمراده، فسخرنا له. يا ولدي، تهابك الدنيا إن تعلق قلبك بالآخرة. إن الهمة موضع الهبة، وأبى الله أن يجعل الذخائر لمن همته عاكفة على سواه. ومن صدق الله صدق الله له تحقيق الأمال. يا ولدي، إنما ينفرد خصوص العطاء لأهل اليقين. وما أقرب المواهب من قلب تمكنت فيه غربة المطالب. قل يا وهاب ارزقنا إجابة تتلوها إجابة. يا وهاب هبنا فرجا يليه فرج. يا وهاب أنت ملء قلبي، فاطوي عني كل همي. سبحانه يهب ملكا ورحمة وذرية وقرة أعين. فقل يا رب ارزقني الصالحات الباقيات، ولا تذرني يوم القيامة فردا. سلام على من زرع الليل دموعا وحنينا. سلام على من التحفوا بالدعاء فقرت أعينهم بما أذاقهم الله. سلام على من ألقوا أحمالهم على أبواب المحاريب رضا ويقينا. فقل: أنت الوهاب لكل سؤلنا، اللهم بلغنا بعد المخاوف مأمنا. يا وهاب بلغ سؤلنا، فاستجبنا له ووهبنا له. يا حي اجعل اسمك حياة ما وهن منا.
رمضان في صحبة الأسماء الحسنى بقلم الدكتورة كفاح أبو هنود بصوت طه الصوري، التأليف الموسيقي والهندسة الصوتية حسن عصام. مستمعين الكرام، كنا وإياكم في صحبة اسم الوهاب العزيز من برنامج في صحبة الأسماء الحسنى، إلى أن نصحبكم في حلقة جديدة مع اسم آخر. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.